نور. هي القيادة في حركة حماس هو ارتفاع بمستوى التكتيك والتخطيط الاستراتيجي والقدرة على الوصول إلى الأهداف وإسقاط كل المحاذير، لأن هناك شخصيات لديك محاذير أمنية واستراتيجية وتبعاتها في استهدافها ومكان استهدافها. فالوصول إلى المرحوم إسماعيل هنية في طهران وبهذه الطريقة وفي الموقع الذي كان يقيم فيه هو تحول نوعي في حجم العمل الإسرائيلي، تعني أو دعيني أقول الميداني داخل الأراضي الإيرانية، وهذا يحمل الأمن الإيراني ومؤسسات الدولة الأمنية وكافة أجهزتها مسؤولية كبرى، ليس على من أجل حماية ضيوفهم بل حتى من حماية قياداتهم، وخصوصا القيادات التي يتمحور دورها حول الصراع مع العدو الإسرائيلي.